عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ابتدينا يومنا كده بصوره البقره كامله على ايه انا بشغل على الكمبيوتر على النت على اي حاجه المهم ان انا اشغل صوره البقره نبتدي بيها يومنا كده وكوبايه قهوه بالحليب تعدل المزاج انا غسلت البوتاجاز بتاعي وحطيت عليه ورق فويل كده قلت اما اجرب احط عليه ورق فويل ونعمل اكل حلو كده ويلا بينا نشوف هنعمل ايه <applause> انا عملت المحشي معاكم كذا مره فمش عايزه توشكوا بقى بان انا كل كل مره ابتديها من اولها فانا حمرت البصله وحطيت على طماطم ولما اتسبكت شوحت فيها الايه الرز حطيت بقى هنا الخضره بتاعتي مشكله وعليها فصين ثلاثه توم كده متقطعين وده بيديها تست حلو قوي اللي مش حابب التوم ما يحطش بس انا بحبه وبيديها تست حلو وطعم حلو قوي طيب الحاجة التستك كمان اللي انا حطيته خلي له طعم جميل جدا 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 بصلاية مبشورة على طماطمية مبشورة على فلفل اسود على شوية توابل ماشي على فلفل اسود على شويه توابل واقلبيها طماطم مبشوره وبصل مبشور حطيها ني اه هحطها ني بعد ما اتسبكت كل حاجه هحطها ني وهتبقى هتدي للمحشي تست حلو خالص 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 هيعجبكم ان شاء الله تمام كده احط بقى هنا اللحمه بتاعتي هعملها بطريقه مختلفه عن كل مره هعملها بتسبيكه ازاي بتسبيكه طماطم و... و... وتوم احط هنا اللحمه الاول في شويه زيت صغيرين خالص في حله كده زي ما انتم شايفين هحط اللحمه وافضل اشوح فيها الاول من غير اي حاجه بزيت بس لغايه ما تاخد الصدمه بتاعتها وتاخد التشويحة تمام هروح منزلة عليها التوم عشان ما يتحرقش واروح حط عليه الطماطم على طول ودوقي بقى أحلى لحمة دوقي ودعي لي, دعي لي في المحشي ودعي لي في اللحمة جربيها هتعجبكم كده إن شاء الله بإذن الله أنا بحاول هنا أقرب الكاميرا ليكم على اللحمة بس أنا طرطشت الزيت والحموق وبتاع النار بيجي على التليفون وخايفة لأيبوز والله التليفون وقع مني كذا مرة وكان وقع مني هنا كان لسه وقع مني هنا همسك بقى اللحمة بتاعتي هشوحها كويس وخليها تاخد التشوحة المظبوطة في الحلة وبعدين اعمل ايه وبعدين احط التومة بتاعتي اللي انا فرمتها واروح حط عليها الطماطم وحط عليها التوابل بتاعتي والملح طبعا ما الا لما اللحمة تستوي حط شوية سكر وحط شوية توابل تمام كده تمام كده حط شويه توابل أحط حط شويه فلفل اسمر واحط شويه سكر برضو بس ما صورتهاش وايه وهديها التقليبه المظبوطه كده افضل اقلب فيها تشوح ايه تشوح حلو اهي التوم بتاعتي اهي <applause> مش عارفه الكحه بتاعتي دي مش هتروح ليه قرفتني والله حط التومه بتاعتي واشوحها كده حلو مع اللحمه ايوه كده عشان ما تتحرقش مني ما حطيتهاش في الاول عشان ما تتحرقش مني خليتها تاخد الصدمه وتشوح كده حلو كده وبعدين لما حسيت بقى ان هي خلاص اتشوحت كويس رحت حاطه الطومة شوحتها فيها ورحت حاطه الطماطم بقى وشم بقى ريحه الريحه تيجي عند الجيران يا سلام على اكلك يا ام يوسف الله عليكي هو ده الكلام عندنا بقى شوية مواعين من المحشي طبعا أنا حشيت أنا وحماتي ربنا يديها الصحة وعندي بقى شوية مواعين هنا إيه يهدوا بيل وعلى فكرة المخ... يعني مش المحشي وال... وال... والمسيح اللي قدام باب الشقة اللي لكم وال... والمطبخ والمواعين وبس لا ده أنا ارتحت شوية وقمت عملت الصالة وعملت قدود الكمبيوتر وأكلت ولادي و... وسيف بقى عمل يعيط ما بيسكتش وما ايه الكلام ده كله بتاع اي ست متمرمطه ومتشحططه بس انا ما صورتوش عشان مش كل شويه بقى اعرفكم بان انا بكنس وبمسح بكنس وبمسح الواحد بيزهق برضو بيتضايق من من كتر الروتينات دي وبعدين الواحد عايز اصلا يعني يخرج من الايه يعني بيحاول ان هو يسمع فيديو يعني انا عن نفسي انا بقدر ادور على اليوتيوب ولا ادور على حاجه اسمعها بدور على حاجه اللي تضحكني دور على حاجه اللي تخرجني عن اللي انا فيه مش بدور على حاجة ايه تكت... تخليني اكتر من انا مكتئبة بس كده فانا ما بحبش يعني اضايقكم بقى انا كل شوية اصور ده انا ايه ده انا ده انا ايه ده انا ايه ده ايه اه الفطير اللي مشلتت عجبكم ولا لا اللي بالشوكولاتة ده بقى لعشاق الشوكولاتة بصراحة الفطير كان طعمه رهيب جدا وال... واللي بقى منه عنده في الفريزر بطلع سخن منه منعوز كده اروح مطلعه مسخنه لي واحده واكليها كده انا والعيال انا وحماتي بطلعه لهم بسخنه عادي خالص في صنية عايز تسخنها في الفرن بس احسن في البوتاجاز بتسخن اسرع وما, وما وبتطرى منك ما بتنشفش كده لا بتطرى بصوا بقى بعد ما غسلت التنين ده جبت الصينيه دي كمان عشان ايه مليانه مواعين أه ما تنسوش اللايك بقى انا مش كل مره اقول لكم كده ما تنسوش اللايك ربنا يكبر بكل كل واحدة وربنا يرزق كل بص الطبق اللي طار <applause> وربنا يكبر ب... وربنا يرزق كل واحدة مشتاقة بالذرية الصالحة يرزقها يا رب بتوأم يجننوها كده يجننوها يعني يرزقها باتنين من كدا مرة واحدة اللي دي يرزقها باتنين مرة واحدة عشان تحرم تقول أنا نفسي أخلف يا رب يرزق كل مشتاق الزرية الصالحة ويعمر بيت كل واحد عايز يعمر بالزرية الصالحة يا رب اللهم امين يا رب العالمين احنا احنا قلنا الاذكار النهاردة ما قلناش اكيد قلته صح وورد القرآن صح والصلاة صح صلينا وسبحنا وذكرنا على فكرة يا بنات والله العظيم وانا بعمل اكل وانا بعمل حاجة اه لما الاذان بيأذن بص انا لو ما قمتش اصلي حتى لو انا بعمل حاجه لو ما قمتش اصلي بحس ان في حاجه عماله تقرص فيا كده انتوا زي كده ولا انا لوحدي ولا ايه بالظبط انا هنا خلصت المواعين وايه بحاول ان انا ايه بقى امسح كده واغسل كده وانضف كده واروق يا رب يروق بالكم يا رب يا رب هنا بقى المطبخ كان ما شاء الله حاجة كده رهيبة كده كان كان عجينة <applause> رحت لبست شبشب ولبس وجبت هو كان بيقول عليها في الحاجة متولي ايه بشبش عارفينها فاكرينها دي اللي كانت بتقول ايه انتي جايبة لي ايه انتي جايبة لي بشبش هي دي رحت جبت بشبش وكنست كده انا كنت لسه غسلاه ومسحاه معاك برضو في فيديو كان كان امبارح تقريبا او اول امبارح مش فاكره بس بقى هو كان نظيف يعني فكان المطرح بس المحشي والحاجات والمحتاجات وايه وجينا بقى هنا قدام باب الشقه كان في مطر عندنا بالليل كانت مرشراشه كده فالعيال طيانوا الدنيا ايه اكتر ما هي مطيانه بالشباشب بتاعتهم بالبشابش بتاعتهم وايه رحت دي شكاير دورة ده ذره ابيض بنحمصه كده ونطحنه في المطحن و وبنخبز بيعيش هنا بقى المحشي بتاعنا كان استوى وايا وعدي عليه ايا وعدي عليه علي. وعلى طعمته وعلى حلاوة المحشي واللحمة بصوا بقى كده الله على وسخن وسخ والدنيا ساقعه بقى عايز السقعه دي انا بحب الجو الساعة بس بياكل وانا مش عايز اكل والواحد <applause> ايه الواحد مش عاوز ياكل والله عشان ما بس ما فيش فايده المحشي وراه وراه انا <applause> محشي عايز محشي وبتاع حاضر هعملها اجيب لك محشي دلوقتي بصوا بقى انا هنا عايزه اوريكم ان هو مستوي وحلو والصوابع سليمه زي ما هي بس كانت سخنه على ايدي قوي أو اوش والله محشي وبتاع ولحمه لا حاضر محشي ولحمه هغرف بقى هنا اللحمه بتاعتي اللي بالتسبيكه الحلوه اللي طعمه زيكم كده بصوا بصوا عايزه اقرب لكم الكاميرا بس برضو ايه هنا كانت مستويه بس كل حاجه سخنه فمش عارفه اقطع لكم ومش عارفه أور... اوريكم يعني هي عامله ازاي بص هو ما دام الشوكه بتتغرس فيها كده يبقى هي استوت بصوا جميله جدا الله ما شاء الله جربوها هتعجبكم ان شاء الله وهي حاجه مختلفه الواحد بيحب يغير مببقاش عارف يعمل ايه بيبقى عايز يغير بقى في الطعم والشكل والريحه واللون والترميله اه يعني يا رب تكونوا بخير وجربوا الوصفه بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم ادينا بننوع وادينا بنجرب ولما بنلاقي حاجه حلوه وكويسه بنحاول ان احنا ايه نغير من نفسنا او نجدد المحشي كنت بعمله عادي طبيعي عادي بس لما لقيت واحده قدامي عملت طبق بشر بصل وكده فقلت ما اعملها يا رب تكونوا بخير والسلام عليكم ورحمه الله